Here we go. مرحبا أصدقائي والأحبة والمتابعين، هذا مجرد لايف سريع صراحة غير مخطط أنا، بس وصلني هيك عن طريق أحد الأصدقاء فيديو ما يخص موضوع الإعجاز. شاهدت الفيديو، فيديو قصير هو طبعا، ليس طويل، فأديت برسالة صوتية للصديق اللي نزل إياه، فقال أنا أتمنى أن شوية توضيح أكثر وكتابة وتكتب لي إياه. أنا صراحة ما عندي وقت أكتب، فقاعد عند استراحة سريعة قلت خليه أطلع عليكم وأسلم عليكم على السريع وأسمع الفيديو. سمعته أنا مرة، راح أسمع مرة ثانية وأطلع التعليقات عليه. الفيديو يخص إعجاز علمي، الآية القرآنية اللي تقول أنه ما حد يقدر يطلع من الغلاف الجوي أو يسافر بمركبة فضائية بدون ما يكون إلى ترخيص permission يا رب العالمين. فهذا الفيديو ده يشرح شلون هذا من تفسير العلمي، يعني شلون علميا ممكن هذا الشيء يحصل. فخلينا نسمع على السريع. بس مبدئيا يعني هذه المشكلة مع كل موضوع مواضيع الإعجاز العلمي هذا اللي يطرقها الأخوة المسلمين والمتدينين عموما. أتذكر مرة شفت فيديو للعظيم ريتشارد فاينمان الفيزيائي الكبير، وكان يشرح به المنهج العلمي، خطوات المنهج العلمي. لما تسمع الخطوات اللي يمشي عليها تقدر تفهم أن ليش الإعجاز العلمي هو شيء يعني مثير للاهتمام، هو شيء يجذب المتدينين، وأي واحد يقارن في شغلة بالعلم رأسا يحاول أن يفبرك له إعجاز علمي. لأن إذا تأخذ الخطوات والمنهج العلمي بشكل متسلسل وتطبقها على موضوع الإعجاز، تعكسها يعني تعطي مفهوم مخالف لها الخطوة الصحيحة، تقدر دائما توصل إلى إعجاز. فإذا كان لديك تخمين مبهم، يعني تخمين غير واضح، بينما الخطوات المنهج العلمي لازم يكون لك تخمين فرضية واضحة. وإذا كنت الخطوة الثانية تتبع منهج بحث أيضا مبهم، يعني أنت شلون راح توصل لهذه النتيجة؟ بالبحث العلمي أنت لديك خطوات دقيقة للوصول إلى النتيجة فتوصل إلى نتيجة صحيحة، لكن بالإعجاز دائما لازم تتبع منهج مبهم. يعني تحاول أن مثلا عندك كلمات أو مصطلحات تفسرها بطريقة مبهمة غامضة غير واضحة، النتيجة راح توصل إلى نتائج مبهمة. وهذا بالضبط ما يحصل في كل قضايا الإعجاز، أنه بالمنهج العلمي توصل إلى نتيجة واضحة وتعطيها الكل، تقول لهم تفضل هذه نتيجتي واضحة، 1+1=2. بالإعجاز العلمي لا، يعني يعطيك نتيجة مطاطة هيك، يعني زئبقية، يخليك دايخ. فبهيك حالة بالمنهج العلمي احنا وين راح نوصل؟ نوصل إلى نظرية قابلة للتخطئ، قدمها للمجتمع العلمي يقولون تفضلوا هذا الادعاء قابل للتخطئ، وأنا يبين لهم كيف يخطئونه أصلا يعني. لكن بالإعجاز دائما توصل إلى نظرية غير قابلة للتخطئ. هذا السبب يعني يعتقد المتدين يعني في كتاب المقدس أكو إعجاز علمي دائما. هذه نقطة بس، يعني هو مبدئيا مواضيع الإعجاز هذه على مود أنت أكو شروط على مود تقدر تتأكد لما يجي أحد من أي ديانة ما يدعي عليك أن هنالك إعجاز، الحقيقة لازم أكو فد شروط تمشيها عليها على مود نسمي هذا النص اللي يتحدث مثلا عن ظاهرة من ظواهر الطبيعة مثل ما راح نشوفه في هذا الفيديو هسه، اللي فسرها العلم الحديث مثلا لهذه الظاهرة وبين لنا، أو مثلا توجد حقيقة من الحقائق العلمية، يعني ربما الظاهرة تفسر بفرضية أو لكن ما وصل إلى درجة النظرية العلمية أو الحقيقة العلمية، لكن بعض الأحيان توصل لهذه الدرجة ويكتشفها العلم الحديث. شلون أنت هذه راح تقدر تقول أنه هذه النتيجة اللي وصلها العلم هي مطابقة لما هو موجود في نصوصي؟ حتى نوصل إلى موضوع الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي لازم توفر به شروط. لازم أولاً أن يكون الكتاب الموجود بالنص اللي يدعي الإعجاز، سواء كان القرآن أو الإنجيل أو أي كتاب ديني آخر، أول من تحدث عن هذه الظاهرة أو هذه الحقيقة، أو حتى لو كان إعجاز يعني من ناحية تنبؤ إنه شغلة مثلا تاريخية صايرة سابقا، فلازم يكون هذا الكتاب أول من نتحدث عن هذه الحادثة أو عن هذه الظاهرة. يعني مثلا يجيك القرآن يقول لك مرج البحرين لا يلتقيان، معروف إيش، يعني لازم
وين السبق التاريخي بالموضوع؟ يعني لازم تروح تبحث تشوف أنه هل فعلاً أنه كتاب القرآن ولو هي ظاهرة موجودة يقدر أي واحد يشوفها، لكن هل هو أول من قال عنها؟ ممكن ترجع مثلاً في كتب قديمة تنتمي إلى فلسفات قديمة وأديان وكذا كانت تحكي عن هذه الظاهرة، هو ما أجى بشيء جديد. لازم أيضاً أن ما تكون المعلومة أو الحقيقة بزمن ذكرها قابلة للملاحظة بالعين أو التخمين أو أي طريقة من الطرق، يعني قبل الناس على الأقل، على الأقل إذا مو العامة فالعلماء والمثقفين ذاك الزمن. أما إذا كانت ظاهرة ممكن نشوفها بالعين المجردة فهذا الإعجاز بالموضوع، يعني مثل شغلة مرج البحرين أو كذا، يعني هي ظاهرة ممكن يشوفها الإنسان، يجي كتابك يقول لك هيجي ظاهرة، طيب عادي، يعني إنسان شاف ظاهرة وكتب عليها موجودة، وهنا الإعجاز بالموضوع. أيضا لازم يكون النص قطع المعنى قطع الدلالة، يعني دلالته تكون تستنتج من هذا النص بشكل قطعي، يعني ما يكون النص فضفاض قابل لعدة تأويلات ومعاني. وأيضا لازم تكون المعلومة أو الحقيقة اللي موجودة اللي جابها العلم الحديث، تعرف أن العلم الحديث نعرف إحنا أنه بشغلات انضباط من المصطلح العلمي، أول ما تدخل تدرس علوم يعلموك أنه لازم تكون منضبط من المصطلح العلمي، فهذه لازم تكون المعلومة الموجودة بالكتاب المقدس مطابقة لما توصل إلى العلم الحديث، فحتى نكون إحنا أمام معلومة حقيقية تتفق يعني عليها المجتمع العلمي. طبعا لازم أيضا تكون يعني هي يعني تكون نتيجة أيضا هي خلينا نقول متفق عليها، يعني ما تكون مثلا فرضية بدائية أو احتمال من عدة احتمالات أو غيرها، لازم تكون هي نفس النتيجة هذه. هذا السبب دائما حتى المتدينين نفسهم يذكرون هذا الشيء، يعني يقول لك إذا هسه احنا قلنا أنه هذه النتيجة العلمية ذكرت في كتابنا وهذا عجاز، إيش راح يصير إذا باكر هاي النتيجة العلمية تغيرت؟ ما غيروا رأيهم وقالوا أنه هذا النتيجة مو صحيحة. فهذه إذا توفرت هذه الشروط في نص من نصوص القرآن اللي يدعون بها الإعجاز، وقتها يمكن القول أنه إعجاز علمي. يعني وقتها طبعاً إحنا راح نكون ما عندنا غير حال إلا أنه ما لا يسعنا إلا أن نقرب هذا الشيء وندخل بالإسلام أفواجاً. زين. أما إذا ما توفرت أي شروط من هذه الشروط اللي ذكرتها، فراح يكون هو مجرد عملية فذلكة أو تلاعب بالكلمات ومعانيها مثل ما راح نشوف بهذا الفيديو. طورت طبعا بالمقدمة، خلي أسوي أنا مسوي سكرين شير، خلي نبدي معاه الأخ صاحب الإعجاز. طبعا المتحدث هو دمرداش، فتشيد دمرداش اسمه، صراحة ما أعرف اسمه، بس هو يطلع يحكي هذا على موضوع الإعجازات والإعجاز العلمي. خلينا نستمع. وقفنا في الفاصل الفائت وشوقت الناس وقطعت، الناس يزعلون اذا ما كملت والله، حتى لا تكون كسؤال زين بدل ما يتابعون. حضرت دائما بعلق اي دكتور. انت دائما عندك كلمه تقول فيها، تقف عند الايه ثم تقول للطلبه في تدريس العلوم، تقول يعني اذا جت على بالك او في المحاضرات العامه او في ديوان، يا جماعه هذا كلام لا يقوله الا خالق. أيوة. وقد ضربت مثلا قبل قليل، ألا وهو يا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هيحصل لكم بقى ده تحدي. تحدي يحصل. وتحذير ونذير يا معشر الجن والإنس. وقدم الجن على الإنس. هسه خلنا نوقف شوي، هذه أول ملاحظة هنا على اللي يحكي، أن هو هذا التحدي أنه أنت إذا تقدرون تعبرون تطلعون من الغلاف الجوي بدون سلطان، طبعا شنو معنى كلمة سلطان سرح نجي عليها من شوية، فتفضلوا، لكن ما تقدرون. والجميل بالموضوع أنه يعني يا معشر الجن والإنس، يعني ليس فقط الإنسان، وأنا راح أحكي بعدين عن الإنسان وبعدين راح نبين، إحنا راح نسمع أنه هو شلون يفسر أو يعني حاول يأول هذا الكلام على أنه هو إعجاز، على اعتبار أنه الإنسان ما يقدر يطلع الغلاف الجو والمركبة اللي بيه، لكن بعدين شي يقول هنا، يقول الجن، يعني معناها الجن منهم الشياطين أيضا والجان وغيرهم. فهنا أول سؤال يجي على البال، أنه هل الجن والشياطين، طبعا نحن نشوف احنا تبرير الإعجاز على أساس أنه الجسم متكون من مادة وبروتونات موجبة ومعروف إيش وبروتونات سالبة وكذا، يعني القضية مبنية على أساس تعامل مع مادة ومكونات المادة الأساسية جزيئات البارتيكلز اللي هي البروتون ونيترون وإلكترون إلى غيره. لكن بنفس الوقت التحدي هذا موجه لمن؟ للشياطين والجن. الشياطين والجن
هل هم كائنات مادية؟ الكائنات الخرافية هذه الدينية وفق تصور المتدينين هي غير مادية أصلاً، يستحيل رصدها، مستحيل. هم نفسهم الدين يقول لك ليل نهار، مستحيل ترصدها، مستحيل تقدر تعرف كينونتها، لأنها متكونة من مكونات المادة اللي إحنا في عالمنا هذا اللي إحنا موجودين في العالم المادي، يعني لا إلكترونات لا بروتونات لا غيره. فالسؤال هنا، كيف سيفنى جسم الجن أو الشيطان اللي يريد اختراق الغلاف الجوي هذا؟ هو أصلا عنده جسم؟ وشنو تركيب المادة مال الشيطان أصلا والجن على مود يقدر عنده جسم؟ فهذه أول ملاحظة أن السقطات اللي سقط بها المتحدث كم؟ ليست أسباب، هم الأطول عمرا والأعظم قدرة والأول خلقا والأول خلقا. نعم طيب، إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وريني شفرتكم، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أنا أعتقد هو من دي يقول هذه شغلة سلطان، هو دي يستهزئ بهذا التفسير، باعتبار أنه أكو في التفسيرات لهذه الآية تقول بأنه السلطان هنا ما يقصد به أن أنت ممنوع تطلعون من الغلاف الجوي إلا يعطيكم ترخيص، مثلا يفتح لكم فتحة بالغلاف الجوي، هذا الأكو يعني على هذا الاعتبار أنه أكو فد مانع فوق الغلاف الجوي، يفتح لكم بفتحة الله حتى تقدرون تنفذون بعد ما تأخذون عنده تصريح. أكو تفسيرات ترفض هذا، لأن هو فعلا هو تفسير يعني مضحك، تفسير هو فعلا يعني استغباء للعقل، ما معقولة أنه واحد يفكر هذا التفكير سنة 2020. فيحاولون بعض الناس يهربون من عنده فيفسرون مصطلح سلطان، يقولون هو يقصد به الإمكانية اللي يوفرها العلم الذي يمكن الإنسان من السفر إلى الفضاء، هذا التفسير. فهو هنا يشير لهذا التفسير، يقولهم أنتوا مو عبالكم أن المعنى هو الإمكانية اللي يطيها، الإمكانية اللي يطيها العلم، يعني إحنا مثلاً قدرنا بالعلم نبحث وكذا ونصل إلى نتيجة، يعني طريقة كيف إحنا نقدر نسافر عبر الفضاء، مثلاً نركب سفينة فضاء ونطبق قوانين نيوتن، معروف إيش الجاذبية، يعني ونقدر ننفذ من الجاذبية ونعبر نروح نسافر بالفضاء. هو يرفض هذا التفسير، يرفض هذا التفسير، بس خلينا نشوف هو ليش يرفضه. قبل إلا بسلطان ليه؟ عارف جابها ليه؟ أيوة، لأن لو ربنا قال لا تنفذون يبقى في شك في المعراج، ما في معراج الرسول، يبقى شك في المعراج، إذن لازم يستثني، لازم يستثني إلا بسلطان، جت سلطان الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وسلطان مش سلطان علم. هسه راح نشوف ليش لا يمكن سلطان العلم، لماذا؟ طبعا هنا المتحدث هذا أشوف واحد يشوف الحلقة كلها أو عنده خلفية عنه يعتبر في العالم يعني 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 ضليع في مجاله. خلنا نسمع. لما البعض فاكر لا يمكن يكون سلطان العلم، لا يمكن، لسبب، لأن العلم يعني حتى نهايته صورة الضوء مع الكون ما تنفعش. ومين قال إن الإنسان بيسير مركبات مثلا فضائية بسرعة الضوء؟ ده أقول له 11 أقصى سرعة 400 ألف كيلومتر في الساعة، بس يقول لك المستقبل قد تصل، ماشي، بس جدار الزمن ما يستطيع تتبخر. جدار الزمن اللي هو أصل عندك حاجزين، حاجز الصوت وده حاجز ميكانيكي أمكن التغلب عليه. عملوا الطائرات السوبرسونيك سرعتها تقريبا 3 أمثال سرعة الضوء، إنتاج بريطاني فرنسي مشترك. أما سرعة الضوء يستحيل على البشر اختراقه، ده حاجز كوني، والجسم اللي حاول اختراقه يتحول إلى طاقة، يتبخر، يتلاشى. فهسه عرفنا ليش لا يعني مو معنى الآية أنه لا تنفذون بسلطان، يعني ليس بسلطان العلم. ليش؟ لأن هذا دمر داش هنا شيء يقول هذا تفسير خطأ، لأن أنت شلون راح تقدرون تنفذون حتى لو توفرت لكم الإمكانيات العلمية واكتشفتوا قوانين الجاذبية واستخدمتوا المركبات الفضائية اللي تعمل نفس التكنيك مار الصاروخ، فشلون راح تنفذون؟ أنت شلون راح تطلعون؟ ما ممكن، لأن السرعة يعني السرعة القصوى لأي مركبة فضائية لحد الآن بعيدة جدا عن الوصول لسرعة الضوء، وذكر 400,000 كيلومتر بالساعة أتصور، أو أقول هذا طبعا هذا مستحيل. طبعا هو نظريا هو ليس مستحيل أن توصل المركبات الفضائية مستقبلا لها سرعة مقاربة لسرعة الضوء، ليس مستحيل، ما المستحيل بالموضوع يعني. طبعا أن توصل لسرعة الضوء هذا غير ممكن فيزيائيا، هذا صحيح حد من حدود يعني قوانين الطبيعة، سرعة الضوء من توصلها راح يتلاشى، لكن ممكن نقترب من سرعة الضوء عادي، أي مشكلة؟ ما
تقترب من سرعة الضوء معناها أنت وصلت إلى في السرعات يعني خيالية. أنت تتحدث هنا عن 400 ألف كيلومتر بالساعة للمركبة الفضائية، أنت الضوء عندك 300 ألف كيلومتر أو 299 فاصلة كذا كذا ألف كيلومتر بالثانية. لكن السؤال هو بغض النظر عن السرعة، بغض النظر وصلنا لسرعة قريب سرعة الضوء أو ما وصلنا أو كذا للمركبة الفضائية، السؤال ما علاقة كل هذا بالسفر للفضاء؟ ما علاقة كل هذا بالموضوع؟ يعني هل اختراق الغلاف الجوي للأرض يتطلب الوصول لسرعة الضوء؟ يعني المركبات الفضائية اللي هسه سافرت اللي راحت للقمر والمريخ وغيرها وغيرها موجودة سميات مركبات فضائية اللي تجول بالفضاء أرسلها الإنسان، وهذا كل إحنا نعرفه. ما أعرف شلون هذا عالم مال فيزياء ويدرس بجامعة وينكر أنكم مركبة فضائية طلعت من الأرض. يعني هذا فعلا كارثة على التعليم يعني بالمجتمعات المتخلفة هذه للأسف. فالمهم تراق الغلاف الجوي للأرض يتطلب الوصول لسرعة الضوء؟ أنا ما أعرف وليش ديت هنا، أنا أصلا ما أعرف شنو هدفه من ذكر هاي النقطة. النقطة أصلا ليس لها أي علاقة بالموضوع. طيب خلينا في النهاية بقى دكتور، لما قالت الآية في التحدي للبشر عن اختراق أقطار السماوات والأرض، قالت يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ايش معنى نحاس؟ ما قال حديد ولا ذهب ولا فضه ولا اي معدن من العناصر اللي في الجدول الدوري غير النحاس. ليه بقى؟ هذا السؤال اجابته لازم في قاعده معروفه لكل اللي بيدرس الفيزياء النوويه نيوكلير فيزيكس، كل اللي بيدرس الفيزياء النوويه عارفين القاعده دي. ايه القاعده دي؟ قال لك النحاس بالذات اما تضربه بشواظ النار اللي هي البروتونات الموجبة يرد عليك ببروتونات سالبة، سالب مع موجب يفني كل منهما الآخر. هنا لبت هذا الفيديو، وهنا النقطة الأساسية اللي يعني هاي هنا محور الادعاء حتى أبسطها للمتابعين. يقول أن ذرات النحاس، وليش الله بالتحديد يعني في الآية ذكر ذرات النحاس؟ لأن ذرات النحاس عندما تضرب بشظايا النار، وقال عنها بوزيترونات موجبة، يرد عليها ببروتونات سالبة. يعني أنت عندك نحاس، يعني كأنما هو من يتحدث عن وجود قطعة من النحاس. توجد تجارب عملية أن أنت توجه عليها نار، فذرات النحاس عندما تضرب بشظايا النار، شظايا النار هو يقول بوزيترونات موجبة، فراح ترد عليها شنو؟ ترد عليها بروتونات سالبة. فصير عندنا بروتونات سالبة تلتقي بالبروتونات الموجبة الموجودة، يقصد أن هنا البروتونات الموجبة موجودة في جسم الإنسان وفي المركبة الفضائية. فالبروتونات الموجبة هذه راح تضربها البروتونات السالبة اللي نتجت من ضرب شظايا النار بالنحاس، فيفنى أحدهم الآخر، فيفنى الجسم. هذا هو الادعاء مالته، هذا محور الادعاء مالته للتبسيط. يعني راح يحكي هو يتوسع به، بس يعني المهم اللي أريد أفهم هنا أنه عندك أنت صار نحاس، أكو نار، بوزيترونات موجبة، فتنتج عنها بروتونات سالبة. إحنا شو نريد نوصل؟ نريد نوصل إلى أنه أكو بروتونات سالبة، راح تطلع بروتونات سالبة. بما أنه أكو بروتونات سالبة نجت بالعملية، هذه البروتونات السالبة راح تروح على البروتونات الموجبة الموجودة بالأجسام فتفني بعضها البعض. زين، هذا يعني هذا هو محور الادعاء. خلينا شوي نستمر. خلي بالك مرة ثانية، معلومة خطيرة مرة ثانية دكتور. مرة ثانية النحاس بالذات لما في معامل مختبرات الفيزياء النووية يضربوه بشواظ النار اللي هي هنا البروتونات الموجبة بيرد، بيت الأصل ما بتستجيبش. هو هذا العنصر الوحيد يستجيب، بيروح رادد بإيه؟ ببروتونات سالبة، أنتي بروتون، بروتون سالب. يمكن كثير من المشاهدين أول مرة يسمع كلمة بروتون سالب في كل أذانهم في ابتدائي ومتوسط ثانوي والجامعة والدكتوراه إن البروتون موجب. أيوة البروتون موجب في المطر، لكن في الأنتي مطر في المادة المضادة في بروتون إيه؟ سالب. طيب قبل أستمر بس أنا حريص جدا إنه أفهمه صح وأطرح ما يقوله صح حتى نقدر يعني نعلق على هذا الموضوع. نعرف إحنا إنه الأجسام تتكون من بروتون، هاي شغلة بسيطة كلش يأخذوها الطلاب يمكن حتى بالابتدائية، بروتون وعندنا المضاد إله بروتون سالب، نيترون عندنا مقابلة نيترينو، عندنا إلكترون ومقابلة المضاد إله بوزيترون. فهو يقول إذا تم تصويب فيض من البروتونات
على هدف من النحاس فتولد مضاد البروتون. زين، هنا أنا الشغلة اللي ما قدرت أفهمها أنا بالدعاء، لما هو دا يحكي يقول أكو بالجسم بروتون، طيب هذه معلومة صحيحة، لكن الأجسام أيضا، أي جسم يتكون من ذرات، والذرات أيضا بيها النيوترون المتعادل اللي شحنته متعادلة، وعندنا الإلكترون السالب. زين، يقول يعني هنا نشوف أن الادعاء هنا اللي يحكي ناقص، ما يوضح أن ماذا سيحل بباقي مكونات الأجسام من الإلكترونات والنيوترونات بعد أن يفنى البروتون. يعني هو هنا يصور لك كأنما أجسامنا كلها هي عبارة عن بروتونات، أو أن البروتونات حرة موجودة، يعني كأنما هو عندك بروتون موجب بيقابله بروتون سالب اللي ينتج عن عملية ضرب الشظايا النار بالنحاس، ما أعرف إيش. هذه المكونات موجودة في أجسامنا، النيترون والبروتون والإلكترون. أنت ليش جاي تحكي لي كأنما إحنا في 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 مبحث سيرن مثلاً وقاعد نسوي تجارب وعندنا بس بروتون نضربه بالبروتون المضاد مادة السالب؟ ليش؟ وأنا ودي أتبقى الإلكترون والنيترون الموجودة بالأجسام. فهذه الشغلة غلس عليها، ما أفهم إيش القصة بالضبط. فهنا المتحدث يعني يقول أنه يذهب البروتون السالب ليقابل البروتون الموجب فقط ويتجاهل باقي الجسيمات، ما يجيب لها أي طاري. لو كان عندنا بروتون سالب مقابل بروتون موجب فقط مثلا في تجربة بمعمل الجسيمات، ممكن تصور حصول اصطدام وفناء بعضهم البعض. لكن نشوف هنا أن السيناريو مختلف تماما. ما أعرف شنو ديفيد يفبركها ويعبرها علينا الرجال. يعني استمر حبيب، استمر. طيب، معموقة يفتك أن كل منهم الآخر يتحولن إلى طاقة غير مرئية لأشياء جيب. إذن ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس إلا يحاول منكم، يعني يجي بركبة فضائية واخترق يعني أقطار. وشوف كلمة أقطار دي كلمة لا يكلها إلا نحن نرجع للمقدمة اللي حشيتها بالبداية، تلاعب بالألفاظ، تلاعب بال يعني بالمعاني مع الكلمات. يعني هي أقطار، يعني شنو معنى كلمة أقطار؟ شنو تفسير كلمة أقطار؟ ما هي أقطار السماوات والأرض هذه؟ أقطار طبعاً هو يقصد بها جمع قطر. نعرف أن تصور القرآن للأرض والكون معروف، هو أن الأرض متكونة من 7 طبقات والسماء كذلك 7 أغلفة متتالية. فكلمة أقطار الفضاء هذه ممكن أن يفسرها الإعجاز الترقيعي مثل الدمرداش أو غيره مثل ما يحب. وما يقدر وما ممكن طبعاً هسه هو لو في حالة ثانية أو في موضوع آخر تلقى ما راح يربط كلمة أقطار السماوات. طبعاً أقطار الأرض ما افتهمنا شنو فهمها، بس هي مو موضوعنا هنا. لكن أقطار السماوات يمكن هنا أنه ما يربط القطر بغلاف الأرض الجوي، فيقول مثلاً أنها تتحدث عن الكون، عن حدود الكون أو حدود المجرة. فيقدر يحول نفس الإعجاز اللي دا يحكي بها هسه حالياً، لما أن المركبة الفضائية ما تعبر الغلاف الجوي، ممكن أن نفسر كلمة قطر ب قطر الكون، لأن هو نفسه هسه قال أنه الكون نفسه كرة. يعني معناه هنا قطر أنه هو الغلاف أو الحد للكون. فيقدر يقول لا، معنى الإعجاز العلمي هنا أنه المركبات الفضائية أو الإنسان أو كذا ما يقدر يطلع ينفذ من الكون، فيكون الإعجاز أن الإنسان ما ينفذ من الكون، تصيرها فعلا صعبة. شوف شلون ممكن أن تستخدم الكلمة هذه مثل ما يعجبك عم تطلع لك مجاز. الكلمة أصلا أقطار هذه كلمة ليست علمية وغير محددة المدلول، فيسهل التلاعب بها، وهذا اللي نحن نلاحظه في أي ادعاء الإعجاز. الغموض والمطاطية في النصوص هو غذاء الادعاءات الإعجازية. بدون غموض ومطاطية، وطبعا هي بالمناسبة هي مغالطة الالتباس، هي مغالطة منطقية. شوف أنا شلون أقطار ده يتغنى بكلمة أقطار، يعني كأنما أقطار الأرض يعني هو فد مصطلح علمي، وإحنا جايين نحكي عن حقيقة علمية والأقطار مطبقة. اللي يحب يرجع للمقدمة بالبداية اللي حكيتها، ما حنجي عليها إذا من استطاع أن ينفذ فلا يستطيع القطر اللي يكون إلا في كرة، والسماوات كلها كرات زي ما نقول دلوقتي. إذن ما تكمل الكلمة كمان، القطر كلمة لا يقولها لا خالق لأنها كرية. أيوة. كرة. والكون كله كري. إذن لو يعني صعدت مركبة أيوة إلا يحصل ربنا بقى بيقول لهم خلي بالكم هيرسلوا عليكم شواظ من النار، اللي هي إيه؟ شواظ النار ديت موجودة في الأشعة الكونية البروتونات الموجبة،
وموجود عنصر النحاس، فالاثنين هيلتقيان مع بعض فيرد بايه؟ بالبروتون السالب. فيفني البروتون السالب، هيفني المركبه واللي فيها اوراد الفضاء، لان هو بروتون موجب. يعني بروتون جاي زينا من اهل الارض، بروتون موجب والمركبه بروتون موجب، فالموجب مع السالب يفني. شفت شو مين يقدر يختار كلمه النحاس دي؟ وين كان يعرف؟ شفت شفت شلون؟ طبعا باينه قبل شويه يعني سخافه هذا، سخافه هذا الادعاء من ناحيه انه هو لغى الالكترونات والنيوترونات الموجوده. ده يشرح ان يعني يشرح هذه مال مال شواظ النار، يقول انه هي الالكترونات البوزيترونات الموجبه. هنا خلي نسال، تشوفون انتم العمليه انه هي احنا عندنا غلاف جوي وهناك راح تحصل الحادثه هذه، حادثة الفناء، حتى نمنع المركبات الفضائية اللي ما أعرف شلون مئات أو آلاف المركبات الفضائية طلعت لحد الآن ما صار بها شيء إلا إذا صار بها فتخلل فني وانفجرت. السؤال هنا أنا، في ذاك المكان على حدود الغلاف الجوي، من أين سيأتي النحاس الذي هو عنصر ثقيل يوجد في الصخور والتربة؟ لا توجد ذرات نحاس طافية حرة تسبح هناك في الغلاف الجوي أو قرب الغلاف الجوي حتى تلتقي بالبروتونات الموجبة حتى تطرح لنا بروتونات سالبة. يا أستاذ دمرداش، وين من جبت لنا أنت؟ أنت هو من دي يصور التجربة، من دي يحكي على التجربة، يقول تجيب شظل من النار وتضربها في كأنما في قطعة نحاس، بس هناك وين قطعة نحاس بالموضوع؟ طبعا ممكن يكون يعني يمكن شخص يدعي انه ان ذرات النحاس قادمه مثلا من الشمس، كونها نعرف احنا بان النجوم هي مصنع للمعادن، الانصهار النووي اللي يحصل فيها النجوم الهيدروجيني ينتج لك معادن ثقيله، فممكن ان تكون هاي الذرات قادمه بسبب التفاعلات الهيدروجينيه. لكن هذا معناه ايضا انه باقي ذرات المعادن ايضا هم دا تنتج وهم دا تبثها الشمس ودا توصل، اذا كان هذا الادعاء هو المقصود. فهنا مو معناه انه بس ذرات نحاس، ليش انت خصصت لذرات النحاس بالموضوع؟ يعني ممكن ذرات حديد، ممكن ذرات ذهب، ممكن ذرات اي معدن اخر تصوره ايضا موجوده هناك، ليش انجمعت لي في صورت العمليه كانما فقط اكو شظن من نار واكو عندك ذرات نحاس؟ نحاس غير موجود هناك، ليش جايبنا؟ بعدين انتبه هنا للوصف مال المتحدث، يقول لك يضرب النحاس باللهب، يعني بالضبط هو يصور لك انه قطعه نحاس توجه عليها اللهب، ولا هو مدى يحكي عن موضوع انه ذرات نحاس سابحه في حدود الغلاف الجوي وتضربها هذه. زين فانا هذا هنا يعني نوع من انا شفته نوع من التدليس، يعني صراحه مؤسف ان شخص بهذا العمر وكذا يجي يقوله. بعدين لو نرجع لموضوع شواظ النار، هو سمعت ايش قال؟ قال شواظ النار موجوده في الاشعه الكونيه. قلنا احنا بانه شواظ النار، وشنو شواظ النار؟ شواظ النار إذا ترجع للتفاسير مع المفسرين يقولون بأنه هي لهب النار، يعني هذا الفليم اللهب اللي يطلع من النار، اللهب النار ناتج عن تفاعل قوي، يعني لهب النار يتكون من ثاني أكسيد. يعني إذا ترجع إلى لهب النار نفسه تحلله، وأنا شخص طبعا غير مختص بالفيزياء، يعني معلوماتي معلومات عامة بالفيزياء، لكن معروف أنه هو اللهب مالته هو عندك أكسيد الكربون بخار الماء، أكسجين، نيتروجين، أصور لأنه هن شغلات يعني يتكون لهب مال النار. طبعا ممكن أن يختلف اللهب مال النار حسب تركيب أو نوع المادة المحترقة، لكن هذا مو موضوعنا. المهم لما تشعل الشمعة مثلا، الحرارة راح تخلي الجزيئات مال الوقود اللي بالفتيلة تتبخر، وبهذه اللحظة تتفاعل مع الأكسجين بالهواء حتى يطلق حرارة كافية تحصل بها عملية الاحتراق. يعني على المراحل يعني التالية لتفاعل راح يحصل بالأخير يسمونه تفاعل طارد للحرارة. المشكلة وين؟ السؤال وين؟ خارج الغلاف الجوي للأرض، هل يوجد هناك أكسجين أصلاً لكي ينتج لهب؟ لهب النار، كتاب الفيزياء النووية قاعدة تحكي لهب النار جاب على حدود الغلاف الجوي وجاب على الفضاء. أي واحد أي جاهل بالفيزياء يعرف أن لهب النار لا ينتج بالفضاء، غير ممكن. طبعا ممكن نظريا ان ينتج لها بالفضاء ايش وقت في ظروف خاصه جدا 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 وجدا صعب تتوفر. مثلا ممكن تاخذ اكسجين مضغوط الى الفضاء وتخلطه مع غاز الاستيلين اعتقد يولد لك لهب النار، او ممكن تجلب لمصدر النار مؤكسدات. المؤكسدات معروف انه فيها ذرات من الاكسجين كافيه حتى تغذي النار
فينتج لك لهب للنار. لكن مثل ما قلنا هذه السيناريوهات تتطلب تدخل وما تحدث بشكل طبيعي في الفضاء، وليس لها أي علاقة بقصة منع المركبات من اختراق اللهب المجال الجوي. يعني للتوضيح بس يا أخوانه، لهب النار هو بلازما، يعني هو غاز متأين تكون فيه الإلكترونات. نعرف إحنا أن الغاز المتأين الإلكترونات تكون فيه حرة ما مرتبطة بالذرة، الإلكترون يتحرر من الذرة ما تأو الجزيء. يعني اللهب يعني الإلكترونات حرة، الإلكترونات تكون شحنتها تبقى، طبعا تحافظ على شحنتها ما تفقد الشحنة، شحنة مالتها راح تبقى سالبة وليست بوزيترونات موجبة. يعني هو من جاي يحكي على يقول لك لهب النار موجود بالأشعة. وبالبداية احنا شفنا الادعاء بالبداية كان شنو؟ الادعاء بالبداية قائم على أساس أن هنالك بوزيترونات موجبة تضرب النحاس فيطلع لنا بروتونات سالبة، هذا الادعاء. بس احنا نعرف أن الإلكترونات شحنتها سالبة. طبعا أنا ما أعرف صراحة التفصيل، أنا ما أعرف هو الشخص بالضبط زين، فلا هو ذكر أنه ولا يوجد أي مصدر يقول بأن لهب النار هو بوزيترونات موجبة. صراحة قد أكون مخطئ في هذا المعلومة، أنا قلت لكم شفت الفيديو بس وحبيت بس أعلق عليه، بس أنا حسب علمي أنه هذا مستحيل، هذا مو صحيح. فخلينا نكمل شو يحكي. أقولها ثانية، كل المتخصصين في الفيزياء النووية عارفين هذه القاعدة، أن الانحزاب الذات عندما يضرب بالبوزيترونات الموجبة اللي هي بلفظ الكرة عن شوية النار فإنه بيستجيب، بس يجيب إزاي؟ بيرد بإيه؟ ببروتون سالب موجب مع سالب يفتك كل منهم الأخطاء. ربنا بيقول له أي رائد فضاء تسوي لنفسه إنه هيجي يعني يحاول يخترق أخطر السماوات وحتى الأرض هيرسع عليه شوز النار والنحاس، وبالتالي يطلع البروتون السالب وهو بروتون موجب يفتك كل من الآخر. طبعا إحنا اليوم نعرف أنه هنالك يعني رواد فضاء كثير خرجوا وعادوا، يعني الموضوع يعني هذا الشخص هذا يعني ما يعني يقدر يتصل بأي رائد فضاء طلع من الغلاف الجوي ويرجع حتى يقول له ترى تتخرف، ترى احنا سافرنا طلعنا خارج الغلاف الجوي ورجعنا ولمرات كثيرة. لكن ما أعرف هذا عقله شنو اللي قاعد يحشي هسه هنا وعقل المقابلة اللي مستضيفه. يفنى هو المركبة الفضائية. حلو، وذكرتني هنا بقول الشيخ الشعراوي لما قال تنفذوا من أقطار السماوات الأرض، قال بعضهم قال نفذنا وصلنا للقمر، قال القمر ايه ده؟ ضاحية من ضاحية الأرض. قال القمر دي ضاحية من ضواحي الأرض. ضاحية من ضاحي الأرض. انت عارف القمر يبقى كم؟ ده سنة وتلت ضوئي 384,400 كيلو بس. يا فرك الكعب. انت عارف القمر بيحوف قد ايه؟ ايش؟ القمر، زيارة للقمر. اه. ما تيجي يا دكتور محمد نروح كده زيارة؟ والله انا ما ازور الا امي وابوي. احسن ماكو وقت والله يا دكتور. ما تمشي تلاقي حد هناك فوق في القمر. الله، شوف هنا يعني هنا حتى تفسيره هسه كل الحكي اللي حكيناه لحد الان يعني المستمع يتصور ان احنا نحكي عن الغلاف الجوي والمركبه الفضائيه ما تطلع الغلاف الجوي، لكن هنا طلع هسه شنو؟ طلع الغلاف الجوي ايضا يحتوي القمر. يعني يا جماعه القمر طاير بالغلاف الجوي حال الطياره، القمر طلع هنا بصفنا يعني، وهو الطيارات يمكن لازم يديرون بالهم الطياره اللي يروحون يدعمون القمر لازم يرسمونهم مخططات على مود. يعني تشوفون كلمة أقطار شلون ممكن تفسيرها مثل ما هو يحب، يقدر يسويها غلاف جوي، يقدر يسويها غلاف المجرة، يقدر يسويها. فطلع هنا القمر قريب يعني ما له علاقة بالموضوع. إيه عارف السكة بتاخد كم؟ بتاخد يوم ونص بس. لكن تعرف عارف المريخ كم؟ السكة بتاخد 7 شهور بالايش؟ بال 7 شهور بالمركبه الفضائيه. المركبه الفضائيه اللي تصير بسرعه لا بس السرعه ايه؟ السرعه اللي تمشي فيها 400,000 كيلو في الساعه. اه فبتاخذ 7 شهور رايح و7 شهور جاي. وعلى فكره سنه 2019 طالعين المريخ، وانا دعتني احدى الجامعات جامعه عين شمس والقيت محاضره حول رحله المريخ 2019. طالعين ان شاء الله وبيجهزوا وحاجات يمكن والله يمكن نعمل نلخص المحاضره دي في حلقه معاك ان شاء الله. ابشر يا دكتور. طيب ان شاء الله. طيب ما اعتقد الكلام الباقي له، بس اكو في مكان ذكر بيه قال مين يقدر يختار كلمه النحاس دي ومين كان يعرف من كان، وقال فت كلمه عجيبه غريبه، قال من يعرف النحاس؟ من يعرف النحاس في ذلك الزمن؟ شلون يعني من يعرف النحاس استاذ العزيز؟ يعني ما أعرف النحاس، النحاس يجوز الجزيرة العربية صحيح يعني بس الصحراء جزء كانوا ما يعرفونه،
لكن النحاس شلون ما يعرفوا في ذاك الزمن؟ النحاس يعرفوا قبل ذاك الزمن بآلاف السنين. النحاس كان أكثر المعادن استخراج واستخدام منذ اكتشافه، لأن هو سهل طيع، يعني ممكن بسهولة صنع من عند الأدوات. كان بالعكس كان هو المعدن الوحيد المعروف عند الإنسان إلى 5000 عام قبل، يعني سابقا. تعود بداية اكتشافه يعودوها تقريبا إلى حوالي 8700 قبل الميلاد، يعني نقدر احنا نحكي بال10000 سنة سابقا معروف النحاس. هنا أقول من كان يعرف النحاس؟ زين سؤال، هو أصلا أنت النحاس تفسيره بالقرآن هو شنو النحاس؟ احنا قلنا أن النحاس يعرفون البشر طبعا، يعني حسب التسمية مالته، لكن تعالوا خلينا نشوف احنا المفسرين شي يفسرون النحاس. أي واحد يروح، أنا مرة ما سمعتها رح طلعت التفسير مال كلمة نحاس، في هنا عندي فتحت صفحة هنا أنا خلي أشوفها بس. تفسير النحاس وفق ابن كثير والطبري يقول النحاس وقوله تعالى ونحاس قال علي ابن طلحة عن ابن عباس ونحاس دخان النار، وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان، وقال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا، الدخان نحاسا بضم النون، يضيء كضوء سراج الصليط لم يجعل الله فيها نحاسا، يعني دخانا. تفسير الجلالين أيضا يشوف بأنه يرسل عليكم شواظا من نار ولهب خالص من الدخان، أو معه ونحاس دخان لا لهب فيه. النحاس ليس معدن النحاس، النحاس المقصود بالقرآن أصلا هو ليس معدن النحاس. العرب تسمي النحاس الدخان الذي ليس ما فيه لهب، يعني طالع بس دخان. فهي حتى كلمة نحاس بالقرآن غير مقصود فيها معنى النحاس. فأعتقد هذا كل اللي تقوله، طولت هواي بهذا الفيديو، بس مثل ما شفنا احنا انه هذا الادعاء ما الإعجاز للأسف هو خلطة من فهم سيء للعلم، تفسيرات كيفية للمتحدث ليس لها أي علاقة بتفسير الكلمات، كلمة أقطار، كلمة نحاس، شظا من نار، كلها فسرها تفسيراته هو الشخصية وليس لها أي علاقة بالتفسيرات الإسلامية. طرحها أصلا غامض، قام بتجاهل موضوع المكونات الأخرى لجسم الإنسان والمركبات الفضائية، وراح ركب بس على البروتون. فصراحة يعني الموضوع مضحك، حبيت بس أنه أعلق عليه بشكل سريع، لأن صعب أنه أقعد أكتب أو كذا، وفكرت أنه أدز هذا الرابط للصديق اللي سألني. شكر جزيل، وألقاكم في يعني إذا صارت فرصة ثانية. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.